لأول مرة طارق العريان بصورة مع عشيقته نيكول سعفان. شارك المصري طارق العريان صوراً من حفلة بمناسبة الكريسماس أقامتها نيكول سعفان، حيث ظهر مع ابنه البكر عمر، وفي صورة أخرى مع ماجد المصري وعلق صديق العمر. ومن خلال خاصية ستوري ظهر طارق العريان لأول مرة بصورة له مع نيكول سعفان بعد أخبار علاقتهما، حيث شاركت الصورة الممثلة نسرين إمام عبر حسابها على الإنستغرام معلقة: شكراً حبيبي، كانت ليلة مدهشة. إليكم فيديو خاص وحصري من هذه المناسبة. وكان طارق العريان قد خرج عن صمته منذ فترة عندما تم الحديث عن زواجه من نيكول سعفان رافضاً التعليق. لا كده كده يعني على مدار السنين بنسمع حاجات، بس أنا من الناس اللي ما بركزش في الحاجات دي. وأكد العريان في تصريحات صحفية أنه دخل في قصة حب عاطفية، مشيراً أنها لم تسفر عن زواج حتى الآن، لكنه يرفض الحديث عنها تماماً بجانب رفضه التدخل في حياته. وقال طارق العريان أن انفصاله عن الفنانة السورية أصالة ليس له علاقة على الإطلاق بما يدور الآن، أي بقصة الحب مع نيكول، وأن هناك معلومات وتفاصيل لا أحد يعرفها. وكانت أصالة قد أعلنت انفصالها رسمياً عن طارق في بداية العام الجاري برسالة عبر حسابها على إنستغرام، وطلبت من الجميع احترام خصوصية حياتها. بالتأكيد أنا ما كنت يعني بحالة مستقرة أو مرتاحة. لو ما رجعتش ليا بقلبك تاني هنا